نشكر جريدة صباح الشرق، راه دائما قايمة معنا بالأعمال ديالنا ديال الأشغال ديال الدورة. حنا هذا النهار كنا اجتمعنا، كانت عندنا الجلسة الثانية من الدورة ديال شهر ماي. كنا رفعنا الجلسة المرة الفايتة لأن رؤساء المصالح ما حضروش، ومور هذا الشيء راه السيد العامل راسلهم وراح حضروا معنا، والجلسه راه فات بخير وعلى خير. وبالنسبه للمقررات ديال المجلس راه كاين اللي ما كتاثرش لان الاعتمادات ما كايناش، ولهذا خص المجلس المكتب المسير خصو يرافع ويمشي يدق البيبان، وان شاء الله ما يكون غير الخير.